ابو عبد؟ نعم. قديش بدك منه قلت لي؟ 70. ايه 70. ما بدك منه شيء؟ لا خلاص وصلني حقك. ايه خلاص اتركه اتركه. مرهم شو في رو؟ شو قديش لميت اللي؟ والله منيح على الشغلة كل يوم عم بدها. لمينا 80 ليرة بهالبرنس الصغير. ايه وقديش اعطيته يا ابو عبد؟ اعطيته 70 ضل معي 10 ليرات. إذا بتريد شرف اعطيني إياها. لا حبيبي ما بعطيك إياها، هيدي من حقي. لأنه اللي بيجمعوا تبرعات دايما بيطلع لهم بالمية عشرة. بالمية عشرة؟ إما حضرتك نصاب مثل أبو عبد. إيه؟ يروح. خلص خلص. أنت خلص اسكت. أنت اسكت. أنت اسكت. ست ظريف؟ ست ظريف فين؟ خير إن شاء الله شو بصير؟ الحقيني دخيلك الحقيني. شو بك؟ إجا أبوك؟ شو خاص بيي؟ أماليا، أماليا رح تولد يا دني هون بالصف بالمدرسة؟ ايه كانت عم تسمي، ما بعرف كيف هيك فجأة وجعيت وبعت فيها. هون الدخيل هيك، أنت بتعرفي وضع المدرسة بهاليومين ومشاكل الإدارة. طيب شو بعمل يعني بمنعها تولد؟ يا أختي أنا مستعدة آخذها على أحسن مستشفى على حسابي. غريب أمرك، عم لك ما بقدر ألحق. يا الله يا الله دخيلك، أنا شو بدي أعمل؟ يا عمي صار لي جمعة بقنع الإدارة حتى توقف البيع. هلا إذا عرفوا إنه أماليا ولدت بالصف شو رح يعملوا؟ بيعملوها دار توليد بسيطة. ها هلا والحل؟ تلفيك على شي مستشفى، جيبي شي دكتور بسرعة. حاضر. لشي هني بعدها مدرسة؟ اللي بيتهجر بيجي لهون، واللي بده يحب ويتجوز بيجي لهون، واللي بدها تخلف بتخلف هون. شو هيدا يا ربي؟ حاجة باربسي خلصينا. حاضر بأمرك يا ست هند، بأمرك. ألو ألو مستشفى؟ وحياتك هون الآنسة ظريفة الناظرة بمدرسة محو الأمية. نعم وحياتك، ممكن تبعتي لنا حكيم ولادة على المدرسة بسرعة؟ نعم في عنا حالة ولادة. نعم. لا طيب بس بترجاكي بسرعة اعملي معروف بسرعة. ميرسي ميرسي. شو هالقيت حكيم؟ نعم بس يحو بمدرسة تاني لأنه كمان عنده حالة ولادة. حبت أو هلا تولد أماليا قبل ما يجي الدكتور. بس رح يبعتوه بسرعة. هلا شو في مكركبين الدنيا؟ شو في فتلة عندك على الصف ما خلوني فوت؟ شو في؟ لأنه أماليا عم تولد. أماليا عم تولد هون؟ إيه وبصفي كمان. ست ظريفة. نعم. بكرة بيعملوك رئيسة قسم التوليد. الله يخليك حل عنه يتركني بهمه. على إذنكم. لوين رايح؟ تالهم. حرام له، ما دام أمالي عم تولد لازم اعمل لها مغلي. لك تعا ساعدها بالمصيبه اللي واقف فيها. لك بشو بقدر بساعدك؟ شو قالوا لك عني قابله قانونيه انا؟ هنت هلا قولي لي، ما كانت تراشد حكيم؟ حكيم وينه؟ قال سافر من جمعه. عال يا عيني. لك شو حكيتي؟ يا عيني عشان اول مره رح تموت. روحي خليكي بين ايديك، اجي الحكيم من المستشفى. طيب ما بتعرفي تولديها انت؟ ايش اللي انا عندي فكره. شو هي؟ ما هي مثل ما عندك حكيم بصفات. دكتور لبرسي؟ ايه. لا بس هيدا حكيم بيطري. خلص ما اسمه دكتور، بعد خليه يعمل له اسعافات الاوليه. من ما اجى هيداك من المستشفى؟ لك بس انا ما بنصحكم بهذا الدكتور البيطري. ليه؟ لك حبيبتي اذا كانت هي حتولد طبيعي على ايده حتجيب خروف صغير. ست ظريفه قومي معي. مشي يا عمي مشي. مشي روح لعندها، وين تروح تجيب الدكتور مصطفى؟ خلصنا بيطري غير بيطري ما بيهم. لك يا دل عليك يا امالي على هالحلقه. كاليميرا صباح الخير. كاليميرا صباح الخير. كاليستيرا. اه. مساء الخير. شو من شو مساء الخير؟ مساء الخير شي يعني. اه حكيم حكيم. نعم يا استاذ. اوه شو بك حبيبي انت؟ شو بك انت حكيم؟ شو ساعه ولا مبهروم ساعه ولا استاذ؟ احترمني حبيبي. قوموا قوموا حبيبي. انت ليش بتعطل من شاني عم درس؟ شو في؟ طب انت جاي تدرس ولا جاي تدرس هون؟ فهمني حكيم، انت هلا في عندك امتحانات. ولا يا حبيبي انا اليوم بفوت مدرسه، اليوم بعمل امتحان. لك يا حبيبي نحن صرنا بعصر السرعه، شو بك؟ بس حبيبي نحن مش حافظ درس مشان امتحان. حكيم انت ما عندك امتحانات بالدروس، انت عندك امتحانات بالولاده. ليك انت سبق وولدت حدا بهالحي؟ ولا يا حبيبي كل حيوانات هيدا حي ما انا بولد. مبروك حكيم. بغرفة الأنسة هن في عندك هونيك شغل، عندك ولادة. ولا مبهروم؟ دي معزال هند
بيعلم حيوانات بصفه؟ لا، بتعلم بني ادمين مش حيوانات. نهر النيل بيولد. انت بيولد اماليا، بس انتبه اوعى بيجي ولد بيشبه امه، بعدين بقول عنك بيطري. كله عدي معك حبيبي؟ كله تمام. يلا ماشي يا ويل. طول بالك يا اماليا. روقي يا حبيبتي. سامحيني ست ظريفه. هلا هي وقت اعتذارات، المهم تولدي بالسلامة وهيدا المهم. ما شو بيعملوا يا ست ظريفة بهيك حالات؟ انا ايدي تربطوا. انت ايديك تربطوا وانا ايدي واجري مربطين. دكتور فيك تساعدي لاماليا؟ بين ما اجى الدكتور من المستشفى. ديموازيل ولو ما نحن هاكيم، نحن بولد اماليا وانتو كله برا. يلا يا حبيبي برا. ما تخافي انا معك، ما تخافي. وليه على اخرتك يا اماليا؟ ولو يا ست ظريفي باخرة عمري تجيبوا لي حكيم بيطري. بطلت بدي ولد، خلص بطلت. يا رب خلص بالسلامة يا رب. ابي عم انت الله يجعل التمام على خير. الله يسلم منك يا ابو عمد. مخلص طيب اسكت. نعم ماشي يا حبيبتي ماشي، بس عم بقول انه مين كان بيقول انه انا اجي من اخر الدنيا اتوظف بالمدرسه وتعرف عليك وبالاخر اتجوز حضرتك؟ ولا انا ليه رح اترك اهلي واترك العز والجاه واحسن ناس تقدموا لي اتجوزك الها؟ ليش اللي تقدموا لي كانوا احسن مني؟ ما في نسبة، انا لو رضيت بواحد من اللي تقدموا لي انت ما بتصلح تكون شفار عنده. وحياة الله. انت بتعرفي ليش بدي اتجوزي؟ لانك بتحبني. لا، حتى الله يغفر لك كل الذنوب اللي عملتها بحياتي. تعرف انك قليل الادب؟ عم نتفاهم حبيبتي، عم نتفاهم. هيك بصير التفاهم؟ يا حبيبتي انت عمرك شفتي واحد يعني مخدم على خطبه او زواج وبتفاهم بالحوار؟ لكن بشو بدنا نتفاهموا؟ بالخبيط، بالضرب، بتكسير البيت فوق راسهم. قطيع ليه؟ لانه لازم يتفقوا بالاول، عرفتي كيف؟ اذا اتفقوا بيمشي الحال. طب ما تعال نتفق انا وياك. يلا شوفي يا هنون، يعني اذا تجوزنا من بعد ما نتجوز عرفتي كيف؟ ايه؟ وطلعنا من البيت ما ايه؟ بتمشي حد، انت بتمشي ورا وانا بمشي بالمقدمه. عمل ايه؟ حتى يقولوا وراء كل عظيم امراه. بعدين الرجل لازم يكون بالمقدمه. بعدين السياره. ما بفتح لي باب السياره، بتطلعي وحدك على السياره، بتفتح الباب وبتطلعي. ايه فتح باب السيارة من احترام الزوج لزوجته. مزبوط حبيبتي، بس بعد الزواج هذا الدليل كله ما بقى في منه، بتطلع وحدك على السيارة. الله يطعمك وما تفتح باب السيارة. بعدين إذا رحت صرت عند أصحابي، ما في وين كنت ومع مين كنت وعند مين كنت ورجع محل ما كنت، هذا الطق والنق ما في منه بعد الزواج. إبراهيم اسمع. نعم. مني تعال نلغي هالخطبة كلها. والله بيكون الله كتب لي عمر جديد عن إذنك. تعال هون يا شباب، وين رايح؟ حبيبتي حاسس انه حنخانق من هلا، فخلينا نتفق حتى نلتقي بس بالحفله. استرجع تعال على الحفله. واذا ما جيت لمين عامل الحفله؟ باي. عفيفه. نعم استاذ سامي. وين هنت؟ الست بأوضتها عم تلبس. فوت اعطيها خبر خلا تعجل شوي لانه قربوا الجماعه يوصل. حاضر. شو هيك تعملت بالمدرسه؟ رفضوا يبيعوها. ورجعوا لك الرهون؟ نعم. قال رفضوا يبيعوها لاني مصر اعملها للعب البنجو. الحق ما المدرسه الى رساله. وكان المفروض تشتريها وتقدمها لبنتك تعلم فيها. ليش؟ لحتى تعطيها لابراهيم وطلعنا برا؟ ما خلص، من بكره رح بصير ابراهيم زوجة غصبا عني وعنك. نعم يا ست، جوزة. والبنت سترتها جازتها. الله يهنيهم.
يا عفيفه